عسلي من الناس الكل، تصوركم وفرحتوا برشا كي قلتوا انه قيس سعيد عمل له عطله، على اساس في بالكم عطله جديده ولا حاجه. اما ليه قيس سعيد ابارامون باش يبدل عطله واللي هي 14 جونفيي اللي نحنا مسانسين بيه عيد الثوره. قيس سعيد يحب يبدلوا لو 17 ديسمبر، على خاطر بالنسبه لقيس سعيد من اللي بدا يحكي من 25 جويليه يقول وانه الثوره راهي العيد نتاعها، ولا خلينا نقولوا اللب نتاعها هو 17 ديسمبر، وراهو نهار 14 جانفي اللي نحتفلوا بيه راهو النهار اللي سرقت منا الثوره، اللي يقصد في السيستم والاحزاب الناس بعض ركبت على الثوره. وعلى ذلك يقول ما يجيش، وانه نحتفلوا بعيد الثوره التونسيه نهار 14 جانفي ولازمنا نرجعوا نهار 17 ديسمبر اقل حاجه نجم نعملها. اما سيد الرئيس نحب نقول لك كان بالرسمي في مخك الثوره وتحب تكرمها، اقل حاجه نجم نعملها نخرجوا القائمة النهائية الجرحى وشهداء الثورة اللي 10 سنين هما يستناو، والقائمة ذي مازالت ما هبطتش. حاجة أخرى ظهر لي وقيد باش نصلحوا الاقتصاد والتعليم والحاجات هذوكم اللي التوانسة تعبنا ونحن نقولوا عليهم، والناس اللي تفرجوا فيا كرهوني وأنا نخرج نقول صلح الاقتصاد صلح التعليم. قيس سعيد وخيرك مش تعبني مبرر، هنا نتبعوا معك. ستر الله وكهو ستر الله. اخر حاجه حاب نقولها، ظهر لي فما ناس منكم اللي قاعدين يتحركوا كل شيء، لاحظوا انه فما جريف في الترانات وترانسبور. جوست حاب نقول لكم اللي الجريف هذيا راهو على خاطر ما همش خالصين، معنيش فلوس مش خالصاهم. ليلتكم زينه، باي. سامحوني والله، هذه اخر حاجه حاب نشاركها معاكم. ما عندكمش فكره قديش هكا نتمنى تجي الاوبورتونيتي قدامي نعمل انترفيو مع قيس ولا حتى مع نجله بودن. والله من لا جو، تخيلوا فيديو